بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي، قد طلي على الكلاء وكالوابلي على العشب، إني باسم الرب أنادي، اعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل وصنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. إن قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه. وعن أعداء شعب ربنا، ربنا بيقول لأنه ليس كصخرنا صخرهم، ولو كان أعداؤنا القضاة، لأن من جفنة سدوم جفنتهم، ومن كروم عمورة، عنبهم عنب السم، ولهم عناقيد مرارة، خمرهم حمة الثعابين، وسم الأصلال القاتل. لي النقمة والجزاء في وقت تذل أقدامهم، إن يوم هلاكهم قريب، والمهيئات لهم مسرعة، يقول الرب. أين آلهتهم الصخرة التي التجأوا إليها؟ انظروا الآن، أنا وهو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، سحقته وإني أشفي، وليس من يدي مخلص، إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد، إذا سننت سيفي البارق وأمسكت بالقضاء يدي، أرد نقمة على أضدادي وأجازي مبغضية. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير، وهو اللي قال لي إني أتكلم من خلال الإنترنت. النهاردة هنبدأ في جزء جديد اسمه مقاومي الله وشعبه، وهناخد منهم أدوم وعسليا، اللي هو عيسو وعسليا. في كل العصور عاش شعوب يستعملهم إبليس لمقاومة أبناء ربنا وشعب ربنا، سواء في العهد القديم أو الكنيسة في العهد الجديد، وحتى في آخر الأيام حاليا بعض الشعوب دي بترجع بقوتها القديمة لمسرح الأحداث، وهيستمروا في مقاومة شعب ربنا بكل شراسة. وحتى شعب الله اللي ابتعد عن ربنا، وشوفنا ربنا تعامل معهم إزاي، تعامل معهم بالحب في هوشع وبالستر في صفانيا، وسمح ربنا لأعدائهم يضايقوهم ويستعبدوهم علشان يفهموا ويرجعوا ليه هم والأمم كمان اللي حواليهم. شفنا أغلب الشعوب المقاومين لشعب ربنا كان عندهم آلهة وثنية، وممكن يرجعوا لربنا، وما زال الله بيديهم فرصة وفرص للرجوع إليه، وفي ليهم بركة في آخر الأيام. لكن في بعض الشعوب ربنا بيغضب جدا منهم، والعقاب بيبقى صارم وعادل جدا، ولم يذكر لهم بركة تماما. طب ليه؟ وإيه الفرق بينهم وبين الشعوب التانيين؟ تعالوا نشوف. الشعوب الشرسة المسيح هيكون قدامهم أسد، وغضب ربنا صعب، وما حدش هيقدر يقف قدامه. شعب الله المختار في العهد القديم كان يعقوب، يعني المتعقب، وربنا غير اسمه لإسرائيل، أي مصارع الرب، لأنه صارع الله والناس وغلب، وعرفنا في اللي فات كان ليه. وزي ما احنا عارفين ربنا كان ليه أرض وهي أورشليم، وفضل وما زال، والآخر الأيام الشعوب حاولوا بيقاوموه، وكلهم عينيهم على أورشليم، وإبليس بيستعمل الشعوب دي لمقاومة يعقوب شعب ربنا بكل قوته، وفي معاني روحية للشعوب دي، وبيمثلوا رؤسات للشيطان روحيا في عالم الروح. تعالوا نتعرف على الشعوب دي والمعاني الروحية. طبعا احنا مش بنتكلم في السياسة، لكن لو فهمنا الكتاب المقدس كويس هنفهم أحداث آخر الأيام بعمق وسهولة. الشعوب القاسية جدا جدا وربنا غضبان منهم جدا ومفيش ليهم بركة كان أدوم وبابل. نبدأ، مين هو أدوم ومين هم الأدوميين؟ الأدوميين هم نسل عيسو، الابن البكر لإسحاق والأخ التوأم ليعقوب. لما كان عيسو ويعقوب في الرحم كان يتصارعان، وقال ربنا لأمهم رفقة إنهما سوف يصيران أمتين، وإن الأكبر سوف يستعبد للأصغر. الأدومي الأكبر يكن عداوة شديدة لامتداد ملكوت الله، وابتدأت من الرحم،
كان عيسو يصارع ويزاحم ويضاد ويعطل ملكوت ربنا من بطن أمه. ولما كبر عيسو باع ميراث يعقوب بتهور مقابل طبق من العدس، وبعد كده كره أخوه. صار عيسو أبا للأدوميين وصار يعقوب أب للإسرائيليين، واستمر الصراع بين الشعبين لفترات طويلة من تاريخهم. عيسو هي كلمة عبرية معناها شعر، وولد أحمر كفروة شعر حمراء، وقد هوى الصيد من صغره، وكل ده وإحنا عارفينه. طيب في معنى تاني لعيسو، لاسم عيسو عجبني، معناه أحمر يعني مسفوع من الشمس، يعني الإحمرار نتيجة إنه محروق أو مدسوع من الشمس بسبب إن الجسم مش قادر يمتص الأشعة. ومن الناحية الروحية إنك مش قادر تمتص أشعة شمس البر المسيح، وغير قادر على امتصاص أشعة السماء، ومش عايز تعرف المسيح وسماه، فبتكون النتيجة إن الأشعة تحرقك. كل إنسان يقاوم الله وشعبه وكنيسته ويكون ليه صفات عيسو وشعبه، عليهم غضب الله معلن. طب تعالوا نشوف ليه على الناس دي غضب ربنا من الكتاب المقدس. عيسو كان يرجع للبيت غالبا ومعه صيد بيقدم منه لأبوه، وذات يوم رجع كان جعان. وجد عيسو يعقوب يطبخ عدس، اشترى منه طبق مقابل البكورية، وبسبب شراءه هذا العدس الأحمر لقب عيسو بأدوم. أدوم معناه الأحمر، وكل اللي يهمه شهوته. كان إنسان مستبيح وناسي ربنا والأبدية. أخذ عيسو كمان نسائه من بنات كنعان، مرروا حياة رفقة، يعني كسر شريعتهم وتزوج بغريبات عن شعب الله، وكانت البداية مر. لكن يعقوب كان شخص وديع هادي مستقر، يرعى الغنم ويترفق بيها ويرعاها بلطف لا يفترسها، ويسكن الخيام وبيحب البركة ويصارع من أجل البركة لأن بهم ربنا. عيسو هو أدوم، ومعناه كمان دموي بأرضي. كان رجل صيد، كان على دراية وخبرة بالوحوش وأنواعها وطرق صيدها، بالجبال وكهوفها وطرقها ومغارتها. كان على دراية بالبرية وطرق الصحراء بدون بصلة وأبار المية فيها، والنجوم والكواكب لتحديد أماكنها. يعني كان بيعرف كمان في علم الفلك، شايفين الشطارة، وتميز بالحكمة البشرية والفهم السريع. كان شاطر في الصيد وعلم الفلك والحكمة البشرية وفهم سريع، كلها حاجات جميلة، ودي نعمة ربنا ادهاله. ربنا ما بيسيبش إنسان من غير نعم، بس إحنا اللي بنستعمل نعم ربنا غلط. كان عند عيسو أب وأم جمال يعرفوا ربنا كويس، ما هو اللي ربى يعقوب هو اللي ربى عيسو. يعني المشكلة هنا مش تربية الأسرة، أصل أحيانا بنحمل الآباء فوق طاقتهم ونقول هم السبب في إن الأولاد بعدوا عن ربنا. في كمان استعداد داخلي للأبناء بيترتب عليه حاجات كتيرة، وفي إرادة حرة جواه، وإرادة كل إنسان في إيده ويتحاسب عليها لما يوصل لسن البلوغ. أفكركم إن الإنسان جسد ونفس وروح، نفس الإنسان عقل وقلب. لو العقل حكيم والقلب فاسد وقاسي بتبقى الحكمة مكر وخبيثة، لكن لو العقل فاسد والقلب وديع بتبقى رخاوة وميع، لكن الحكمة على قلب وديع ومتضع دي قوة ونور ونعمة من ربنا. هل اللي دماغه في الفلك والنجوم وعنده حب استطلاع ودراسة ودراية بيهم غلط؟ طبعا لا، جميل جدا، بيحب دراسة الصحراء وأبرها للحصول على المياه للشرب وكيفية صيد الحيوانات ودراستها، جميل جدا. اهتمام الإنسان بعمله شيء جميل، لكن هل تأمل شوية في الخالق وكل هذه الأشياء وشكره؟ طبعا لا. لكل شيء تحت السماء وقت، وقت لربنا وللعبادة والحمد، وقت للعمل، وقت للأسرة، وقت للمجتمع. لكن لو أنا عايز ربنا وبس أروح أترهبر وأكون واضح وصريح بيبقى جميل وأجمل. لكن لو قررت أتزوج يعني عندي مسؤولية في تربية الأولاد، وعندي واجبات في كنيستي وعملي وأسرتي والمجتمع، ما ينفعش أسيب كل ده وأقول ربنا وبس. عندك مسؤولية وهتتحاسب عليها، اوعى تفتكر انك مش هتتحاسب. عيسو التصق بزوجات غريبات،
هل بدماغه المتأثرة بالفلك والصحراء وحياة الصيد هل كان بيدي الوقت الكافي لأسرته وأولاده اللي اتربوا مع الممارسات الغريبة وآلهتهم الشريرة الوثنية؟ فين الحكمة والذكاء هنا؟ استفدنا إيه من الفلك والصحراء والصيد؟ بناكل ونشرب وننام وكل واحد يعمل اللي عايز يعمله. الإنسان بيتأثر بالبيئة المحيطة بيه والأسرة الملتصقة بيه، وراح العمر هباء يعيسه، ولما بتنتهي الحياة الأرضية واروح لربنا أقول له أصلي نسيتك على الأرض، نسيت أسرتي ومسؤوليتي وأولادي وأبويا وأمي وأهلي والبلد والمجتمع، استفدت إيه من علم الفلك والحياة الأرضية الدموية؟ استفدت إيه من الذات والأنانية؟ استفدت إيه من زوجات غريبات وآلهاتهم الوثنية؟ كانت فين الحكمة والذكاء والمفهومية؟ ولا ده كان غباء في غباء، وعايش أغذي الذات وأعبد نفسي وشهواتي ويخرج من صلب شعب مستمر لعصور وعصور بنفس الصفات الدموية الأرضية الأنانية حتى لو كانوا ملوك في الأرض؟ ربنا يفتح العيون ونفهم ويدينا حياة التمييز شوية، ونعرف إن علينا مسؤولية في اختياراتنا المهمة، وربنا يرشدنا، لأن الالتصاق بزوجة ما تعرفش ربنا كويس دي مشكلة ليك ولأولادك. لما تختار زوجة أنت بتختار أم لأولادك ومعينة ليك في الحياة، هتأثر على مستقبلك الأبدي والأرضي ليك ولأولادك والأهلك واللي حواليك. أنتم مش عايشين لوحدكم في الدنيا، ياريت لما تتجوز وتختار اختار بعقلك مش بقلبك، ولو حسيت أن عقلك رافض والقلب موافق ما تتجوز، بتتجوزي الجوازة يرفضها عقلك، ده أحسن كده وبناقص. تعال نشوف زوجة وملكة لكن كانت شريرة، هي عسالية. تعالوا نشوف عسالية الملكة اللي معنى اسمها يهوى مرتفع. ادي اول حاجة، بتاخد اسم غير طبيعتها، بنت الملك أخاب. امها إيزابيل الفينيقية الاصل كان معنى اسمها المنخفضة، على الاقل دي عارفة نفسها. كانوا في المملكة الشمالية وافسدوها وضيعت جوزها ونفسها كمان، وافسدوا المملكة كلها بعبادة البعل، وقد تنبأ إليه النبي بأن الكلاب هتاكل إيزابيل. راحوا كمان يفسدوا المملكة الجنوبية، اتجوزت عسالية بنتهم بيهورام الابن البكري للملك يهوشافاط، وبعد وفاة يهوشافاط والده ملك يهوذا ملك يهورام على المملكة الجنوبية ملك 7 سنين، وكان له 6 اخوات قتلهم هو بسبب عسالية مراته اللي كانت بتحب الشر زي أمها، وهي اللي أدخلت عبادة البعل ليهوذا يعني المملكة الجنوبية، وقام عليه أعدائه. فصعد الأعداء على يهوذا وافتتحوها وسابوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع أولاده ونساءه أيضا، ولم يبقى له ابن إلا يهو أحاز أصغر ولاده. وبعد هذا كله راح ضرب ربنا في أمعائه بمرض ليس له شفاء، حتى خرجت أمعائه بسبب مرضه فمات بأمراض رضية، يعني ضيعت الراجل. فملك أخازيا ابن يهورام ملك يهوذا، وأشارت برضو عليه أم عسالية بالشر، وقتلوا ياهو بالنمش بعد سنة واحدة من حكمه. ولما قتل ياهو ابنها الملك أخازيا قتلت كل ولاده يعني أبناء ابنها، وأرادت عسالية من ذلك التخلص من كل منافسيها على عرش يهوذا من أبناء جوزها وأحفادها هي، وأبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا باستثناء يهوئش. أنقذ يهوشبع عمة الطفل يهوئش وزوجها يهوداع الكاهن حفيد عسالية البالغ من عمر سنة اللي هو يهوئش من مذبحة عسالية، أخفوا الوريث الوحيد الباقي للعرش داخل هيكل سليمان لمدة 6 سنين. وقام يهوداع فعلا في تنظيم الانقلاب اللي أطاح وقتل عسالية، ودي نعمة من ربنا إنه يقتل هذه الملكة الشريرة اللي أفسدت المملكة كلها. ويأمر يهوداع الكاهن قتلوها بالسيف لأنها ملتصقة بالشيطان، وهو بيستعملها لإرادته وعمله. واستراتيجية إبليس هنا كانت القتل والإبادة لملوك ربنا وإفساد المملكة كلها،
وكانت كمان عايزة إجهاض عمل ربنا. هي كانت ملكة مكارة جدا وتشكك الناس في بعضهم لحد ما كل واحد يقتل التاني، بتضلل الناس عن عبادة ربنا، وكانت تتسلل من الثغرات غير أعمال السحر والعرافة اللي قتلت بيهم ناس قبل الأوان. يهويدا الكاهن يعني الله يعرف، الله يعلم، ويهو شبع يعني الله أقسم. الله يعرف خفايا وأسرار كل شيء، وأقسم بحفظ النسل الملكي رغم أخطائهم. أنتوا بالملوك والكهنة للعلي، خدوا بالكم من نفسكم، بتدوش إبليس ثغرة يدخلك منها ويحطمك. امسك في ربنا واعمل واجباتك بدون تقصير، وكفاية استهانة بحاجات مهمة في حياتك. اطرد كل حاجة تبعدك عن ربنا، لأنك لو سبته أنت بتسيب نفسك وأسرتك وعملك وكل شيء شوية شوية وواحدة واحدة، والزوجة من أهم اختيارات حياتك. عسليا ضللت مملكة كاملة عن عبادة ربنا، عسليا عرفت تتسلل من الثغرات. اللي يقدر يقف قدام واحدة زي عسليا الملكة، نسل ملوكي وكاهن أمين لربنا زي يهو يداع الكاهن، دول ناس بيضحوا بحياتهم عشان ربنا، بيجهزوا خدمة وخدام معاهم على مدى الأيام. هما دول اللي بيعدوا طريق الرب الملك السماوي ويميزوا الأزمنة والأوقات. خدام متواضعين ومطيعين لربنا حتى في أصعب الأوقات، بيحبوا ربنا وإخواتهم بجد ويغيروا عليهم غيرة الرب، عابدين ساجدين بخشوع لربنا وبحسب قلب ربنا يتشفعوا من أجل الخليقة ويقفوا في الثغرات. يعدوا خدام وراهم جاهزين للمواجهات الصعبة في المسيح بالتعليم والصلاة، متسلحين في الروح، أشداء في الحروب، أعدوا طريق الرب. ونرجع لعيسو، وبكده عرفنا ليه كان إسحاق أبو عيسو بيحبه، لهذه الحكمة البشرية وشطرته في الصيد، وهذه الحكمة الأرضية والمعرفة والفهم البشري بعيد عن ربنا، بيبقى الإنسان زي ما قلنا مكار وخبيث ومش واضح يتخاف منه. عشان كده كان يعقوب بيخاف منه، وكان عيسو هو الشوكة في ظهر يعقوب والمقاوم ليه. وطبعا هذه الحكمة البشرية جعلته استهان بالبكورية والشعور بأنه غني وقد استغنى، يعني فاكر أنه مش محتاج لحاجة من ربنا وهو الأعمى الفقير. طب ما هي خطايا الأدومي؟ طبعا الكبرياء. الأدومي كان متكبر، وكل حكمة وعلم بعيد عن ربنا بينفذ. تحفظوا من الكبرياء لأنها رأس وأساس كل شر، وهي بتبعد الإنسان عن ربنا. زي ما التواضع أساس كل الفضائل، التواضع يا جماعة هو الاعتراف بضعفي وإني محتاج لقوة ربنا ورحمته ومحبته. الكبرياء يعني تجسيد للذات البشرية وصناعة الأنا وتمجيد ذات الإنسان وعبادتها، ودي في حد ذاتها مشكلة كبيرة. يعني يا أرض تهدي ما عليكي أدي، ودي رئاسة روحية عامت عينين أدوم عيسو عن أهمية البكورية، ولم تنفعه حكمته الأرضية. وحتى لو العقل حكيم والقلب قاسي بيسقط الإنسان، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند ربنا، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، لأن في قانون إلهي عادل، كما فعلت يفعل بك. هذه زي بالكيل الذي به تكيلون يكلكم، هيشربوا من كاس غضب ربنا في عبيديا. ومن الناحية الروحية في حكمة وعلم من العالم بيحاولوا يسيطروا على البشر ويمسجوهم زي ما هم عايزين، وبيستعملوا دلوقتي الميديا لسحب الفتيان بعيد عن ربنا. امتداد ملكوت ربنا بيعتمد على برهان القوة والروح مش على الحكمة الأرضية، وربنا يعاملهم بمكرهم ويبطل مؤامراتهم ضد ولاده. ربنا يدينا تمييز ويفتح وينور العيون لكشف مؤامرات إبليس. خطية الكبرياء هي خطية إبليس، وما فيش خطية قادرة على تحطيم الإنسان لنفسه زي الكبرياء. وبيمثل أدوم الشيطان في كبريائه الذي قال أصير مثل العلي، وهذه الخطية كانت ضد الله ويقاوم الله المستكبرين. تاني حاجة، ظلم وقاوم أخوه يعقوب. طب في أحداث في الكتاب المقدس بتظهر ظلم الأدوميين للإسرائيليين؟ طبعا
شعب أدوم امتنع عن السماح بمرور شعب إسرائيل وسط أرضهم بعد خروجهم من مصر وقرب دخولهم أرض الموعد. بنسمع كمان عن دواغ الأدومي رئيس رهط شاول اللي قتل 85 كاهل للرب في يوم واحد، ثم هاجم قريتهم وقتل النساء والأولاد وأهلك الماشية أيضا. حارب الملك شاول ضد الأدوميين، انتصر عليهم الملك داود وأخضعهم لي، وقام بتأسيس مواقع عسكرية في أدوم. عندما صار لإسرائيل السيادة على أراضي أدوم، سيطروا على ميناء عصيون جابرد على البحر الأحمر، ومن هناك أرسل الملك سليمان العديد من الرحلات البحرية. وبعد فترة من حكم الملك سليمان تمرد الأدوميين عليه وتحرروا لفترة زمنية. ظهر ظلمهم لإخواتهم واضح في سفر عبيديا: من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. ده كان يوم سبي يهوذا على يد نبخذ نصر. وقف أدوم ضد أخي يهوذا في عداء، يوم اقتحم الغرباء المدينة ونجسوها وألقوا قرعة على غنائمها. كان أدوم كواحد من الأعداء شمت ونهب يهوذا، وكان يلقي القبض على الهاربين ويقتلوهم. وفي وقت السبي كمان الأدوميين باعوا شعب الله كعبيد، شمت الأدوميين في شعب ربنا. شايفين المهم غير الظلم كان فيه سب ونهب وشماتة وقتل، ودي صفات إبليس وطريقته اللي بيعمل بكل اجتهاد ويقاوم الله وشعبه وبدون سبب، وده يظهر قساوة القلوب لأن قلوبهم كانت حجرية. دي ناس بتفرح بالدماء وربنا يرحمنا منهم. يعني مش كل مرة تسأل نفسك هم بيعملوا فيا كده ليه، ده طبعهم. بيبقوا متحدين بإبليس وملتصقين بيه، فبيبقوا هم وإبليس واحد. أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار اسم وافتراءهم اغتصاب وصح قديم. الأدوميين كانوا دايما يفرحوا لما تخرب أورشليم، وابتهج الأدوميين عندما خرب نبخذ نصر أورشليم، وظهر ده في المزمور 137: أذكر يا رب البني أدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها. كان الأدوميين بيحرضوا جيش بابل ليدك أورشليم، ولما سبق أشور الشعب الإسرائيلي راحوا بسرعة واحتلوا أورشليم. يبقى خطايا الأدوميين هي كبرياء، ظلم الأخوه، قتل ونهب وشماتة، وفي الآخر يستولى على الأرض، أرض أورشليم اللي هي أرض ربنا. مين في الكتاب المقدس كان من الأدوميين؟ تعالوا ناخد أمثال. في الكتاب المقدس كان هيرودس الكبير اللي أمر بذبح كل مواليد بيت لحم عندما علم أن المسيح قد ولد فيها، وولاده هيرودس أنتباس الأول ابن هيرودس الكبير اللي اتجوز بامرأة أخيه هيروديا وقتل يوحنا المعمدان، وكان واحد من القضاة الذين مثل يسوع أمامهم للمحاكمة واحتقر يسوع وسماه يسوع ثعلبا. هيرودس أغريباس الأول حفيد هيرودس الكبير، بس ده ابن أرسطوبوليس، ذبح يعقوب أخا يوحنا الحبيب بالسيف وسجن بطرس. ويروي الكتاب نهايته: فقد أكل الدود حي بعد أن ادعى الألوهية، ولسه معتقدين انهم آلهة. وهيرودس أغريباس الثاني اللي خطب امامه بولس الرسول في سفر اعمال الرسل اصحاح 25. في الكتاب المقدس كان من الادوميين كمان أليفاز التيماني، اكتر اصحاب ايوب حكمة، كان ادوميا. واخيتوفل كان حكيم وجدوره ادومية. وبنصلي في القداس الالهي: ابطل يا رب مشورة اخيتوفل وابطل تحركاته. إن أحب بعضنا بعضا الله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف إننا نثبت فيه وهو فينا، إنه قد أعطانا من روحه. ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. إن قال أحد إنه أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ شايفين الفرق الكبير بين محبة ربنا ومحبة إبليس؟ وبتظهر محبتنا لربنا في محبتنا لإخواتنا، لأن الله محبة لكن محبة حكيمة.
طب هل الأدوميين كان ليهم آلهة؟ تعالوا نشوف كده آلهة الأدوميين. بصوا، أسماء بعض الآلهة كان قوس وحدد، بس كلمة حدد دي كان معناها الشجاع، وكلمة قوس كان معناها إله، وكانوا الاسمين دايما يرتبطوا ببعض أسماء الملوك الأدوميين. يعني مثلا الملك قوس ملكه، يعني الإله ملكه، وده ملك مش إله. وكان قوس جبار، يعني الإله الملك الجبار، وهو أحد أتباع أسرحدون. الملك مثلا تاني حدد بن بداد، يعني الملك الشجاع بن بداد. وده يرجع أنهم كانوا في الأغلب الأحيان كانوا بيعبدوا البشر، يعني بيعبدوا الملك نفسه لحكمته. ولو فرد وأخدوا إله وثني يبقى الحفظ قوته وحكمته الشخصية، لأنهم واثقين في نفسهم جدا، وخبرتهم وتصرفاتهم الحكيمة وشجاعتهم. وطبعا العمى استفحل وسطهم، واشتهرت أدوم بحكمائها، وشفناها في الكتاب المقدس في سفر أرمية 49 وفي سفر عبيديا، طبعا هو إصحاح واحد سفر عبيديا. أراضي أدوم كانت سعير، وهي إقليم جبلي وعر، وذكرت سعير في يشوع. سعير معناها كثير الشعر زي عيسو، وهي أرض جبلية ذات صخور حمراء وبصرة، شفناها في أشعية، وسالع في ملوك الثاني. كل دي أراضي أدوم وعاصمته. لغتهم كانت قريبة جدا جدا من اللغة العبرية، يبقى أرضهم أراضي صخرية وجبال، ولغتهم العبري. وكانت سالع عاصمة أدوم قديما، وتغير اسمها فيما بعد، ناخد بالنا من الاسم ده اللي قلنا عليه، البتراء. والجزء الشرقي من أدوم يقع الآن في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن ضمن المدن المهمة في أدوم هي بصرة من الشمال، وتيمان بالقرب من البتراء، وعسيوم جابر في الجنوب على البحر الأحمر، واسم البلاد في اليونانية أدوميا. الحكمة يا جماعة شيء جميل، والذكاء أجمل، لكن مش لدرجة أني أحتقر الآخرين وأنسى وأعبد نفسي وذاتي. ساعتها أنا بهدم نفسي بنفسي وببقى مكروه في وسط الناس، ومن كبريائي بفقد كل شيء حواليا. حب الذات يخلي الإنسان كمان بخيل، بخيل بمعنى الكلمة، بخيل على نفسه يحطها تحت اسم الزهد والتقشف، بخيل على أسرته يحطها تحت اسم بعلمهم التدبير، بخيل على الناس ويقول أصلهم ما يستهلوش، هم غير مجتهدين. الكبرياء أم وأصل كل الرذائل، والحكمة البشرية تعرف تخبيها تحت أسماء الفضائل. في القرن الثاني قبل الميلاد كان خراب أدوم على مراحل، وقد تنبأ عن خرابهم كل من أرمية وصفانيا وحسقيال وعبيديا النبي، وضربتهم بابل. لكن خرابهم النهائي كان على يد تيتوس الروماني، فتمت فيهم نبوات الأنبياء. ولقد استطاع يهوذا المكابي إخضاعهم، وجاء بعده يوحنا هركانوس وأرغمهم على التهود وختنهم، وصاروا كشعب واحد مع اليهود، يعني لم يتبقى ليهم اسم كشعب مستقل بعد كده من سنة 125 قبل الميلاد. وفي سفر عبيديا أدان الله عيسو وأعلن الخلاص ليعقوب. وطبعا الكبرياء أساس كل شيء. تعالوا نشوف في سفر عبيديا النبي، وسفر عبيديا النبي اللي اتكلم عن أدوم. عبيديا أصله اسم يعني عبد يهوى أو المتعبد ليهوى. وسفر عبيديا إصحاح واحد عن أدوم، مفيش غيره. موضوع السفر كان انتقام الله الرهيب من الأدوميين نسل عيسو، وبتخص هذه النبوة كل نفس متكبرة تظن إنها قادرة على حماية نفسها بسكنها على جبال الأنا الوعرة، وأيضا النفس الشامتة في سقوط الغير. أدوم يمثل إبليس بكون سافك دم وقتل الناس، يربطهم بالأرضيات ويسحب قلوبهم عن السماويات. لهذا ولكي يملك الرب كان يلزم أن يرتد عمل إبليس على راسه، فتهلك مملكته ويخلص ربنا المأسورين تحت سلطانه، والخلاص من ربنا وحده. في سفر عبيديا ربنا بيحذره من اعتماده على إمكانياته الخاصة مش على ربنا. تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محيج الصخر، يعني شقوق الصخر، لأن كان أدوم زي ما قلنا بيسكن الصخور.
الله يحذر المتكبرين. إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحذرك، يقول الرب، إذا كانوا يعيشوا على قمم الجبال. الله يسقط أرضا ويذلهم باستخدام أصدقائهم لخرابهم. الله يبيد حكمائهم وفهمائهم، واللي عنده كمان يؤخذ منه. إن كان الكبرياء يحسب خطية موجهة ضد الله نفسه، حيث يتجاهل الإنسان إمكانيات الله وحبه ليه ورعايته متكل على ذراعه البشري، فإن كراهية الآخرين موجهة ضد ربنا. حين يعتد الإنسان بذاته بيتقوقع حول الأنا فينسى أخاه بل ويبغضه، فيحسب هذا إهانة لله نفسه. لذا جاءت وصية محبة القريب مكملة لمحبة الله، وحسبهما السيد المسيح وصية واحدة متكاملة، لأننا ما نقدرش نحب ربنا خارج محبتنا لخالقته المحبوبة لديه. ربنا بيحب البشر وعايز الناس تحب بعض، ومش عايز حد يموت حد ويهدم حد. أخيرا أدوم بيمثل إبليس بكونه سافك دم وقتال الناس، يربطهم بالأرضيات ويسحب قلبهم عن السماويات حتى وإن كانت تحت مسميات سماوية. ولكن يملك الرب، ولكي يملك الرب بيبقى لازم إن يرتد عمل إبليس على رأسه، فتحلك مملكته ويخلص المأسورين تحت سلطانه. وما يحدث لإبليس ليس نقمة إلهية، لكن هو ثمر طبيعي لشره، ونسمع في سفر عبيدي أجمل إعلان: ويصعدوا مخلصون على جبل سيهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للرب. هذه النبوة ظاهرها تمس أدوم المتعجرف، لكنها كمان إعلان عن خلاص يعقوب المؤمن وتقديسه، حيث يملك الرب عليه وفيه. إن كان يعقوب يشير لإسرائيل الجديد، فإنه إذ يبيد الرب قوة إبليس ويهدم سلطانه، إنما لكي يعلن ملكوته فينا. تكون على جبل صهيون الكنيسة نجاح أو خلاص، ويكون مقدسا وميراثا للرب. ويرث الرب بيت يعقوب أيضا، ويكون بيت يعقوب نار بعمل الروح القدس الناري، نار روحية تحرق الشر وتلهب القلب بحب ملكوت الله ليملك فيهم أيضا. وبيختم عبيديا النبي النبوة بإعلان: ويكون الملك للرب. هي دي غاية العمل الإلهي، إنه يملك على كل قلب فينا ويقيم عرشه فينا ويتحد بينا. ما أجمله يعني. سفر عبيديا هو سفر الكنيسة الواحدة الجامعة، بتضم في أحضانها الأمم اللي كانوا قبلا من أدوم أرضيين وظالمين، كما ضمت اليهود اللي قبلوا الإيمان. وكما يقول الرسول بولس: يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلنا العداوة به، صارت ممالك العالم لربنا والمسيح. هللويا، قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. وهيتحقق القضاء على مملكة الشر فعلا في آخر الأيام، ويرجع بقية اليهود لإلهنا، ويكون خلاص لأمم كتيرة، لكن في أمة تانية لا خلاص ليهم، وهي بابل أم الرجاسات. ليه؟ ربنا يدبر ونتكلم عنها في مرة تانية. إملى يا رب عقلي، إدينا من عندك تمييز وعيون مستنيرة وحكمة إلهية سماوية. إملى يا رب قلوبنا وإدينا من عندك قلوب متواضعة ووديعة، قلوب مليانة محبة ليك ومليانة محبة ورحمة للقريب. المحبة هي من الله، وليه تسبيح الشفاء، واللي بيحب أخاه يثبت في النور والحياة. المحبة هي طوب الصعود اللي بيرفعك أمام الله. بالمحبة أكون أمام الله، وبدونها لا أكون. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، ومجد اسمك القدوس، وأسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة لكل شيء يا إله العظيم القدوس،
الحي الأزلي الأبدي. آمين.